المواقف التي مرت في السيرة ولها شأن كبير وفوائد كبيرة. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبو بكر بعد شهر كامل من هذه الحادثة الذي ضجت بها الدنيا، فلما دخل نظر إلى عائشة وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم، يا سلام، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. الله. عائشة نظرت إلى أمها وقالت: يا أمه، أما تردين على رسول الله؟ قالت: وماذا أقول يا بنيتي؟ ثم نظرت إلى أبيها وقالت: يا أبتي، ألا ترد على رسول الله؟ فقال: يا بنيتي، والله ما ابتلينا بهذا في الجاهلية، أفنبتلى به في الإسلام؟ وماذا أقول لرسول الله؟ ثم التفتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله الذي لا إله إلا هو، لو أنني قلت أنني فعلت والله يعلم أنني لم أفعل لصدقتموني، ولو قلت أنني لم أفعل والله يعلم أنني لم أفعل لكذبتموني، لكن والله ما مثلي ومثلكم إلا كيعقوب وإخوة يوسف حينما قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفجأة وإذا بجبريل ينزل والوحي يتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر: أدركت أنه الوحي نزل على رسول الله، وإذا بعرقه يتفصد منه صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو بكر: خشيت أن ينزل القرآن على عائشة بشيء. لا إله إلا. وفجأة وإذا به يسرع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم وينظر إلى عائشة ويقول: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فلقد برأك الله من فوق سبع سماء. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقالت أم عائشة رضي الله عنها: احمدي رسول الله. فقالت: والله لا أحمد إلا الله الذي برأني. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويتقبل.